صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بفضل دماء شهدائنا الأبرار وبطولات وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة والقوات الرديفة والحليفة وصمود شعبنا الأبي، تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عودة الأمن والأمان إلى مدينة حلب بعد تحريرها من الإرهاب والإرهابيين وخروج من تبقى منهم من المدينة. جدد البيعة مليون مرة. وعندي اثنين عساكر. الله يخليهم كلهم لأهلهم يحميهم. اللقاءات. يعطيك العافية. ما شبروا بإيديهم. وأهالي حلب وفرحتهم بهذا الانتصار.